ها هادي ورد نرجع كيخصو إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متسبحين الكرام زبنائنا الكرام كيف كتلاحظوا الآن كيف كتلاحظوا الآن وفي هذه اللحظة بالضبط نود أن نشارككم هذا الحفل الذي نفتخر به بالمرأة المغربية عموما وبالمرأة السوسية خصوصا. إذن تحية لكم في هذه اللحظة كي توجدوا معنا عدة صحفيين لتغطية هذا الحفل افتخارا واعتزازا وتكريما للمرأة السوسية والمرأة المغربية والصحراوية والريفية والمغربية عموما. إذن بقوا معنا مرحبا. دابا ما نطونو دابا كلشي غادي يتبرع غادي نبداو عروض زوينه وكلشي غياخذ باثمنه مناسبه. حنا اليوم راه اختارينا عليكم غير نتوما احتفالا وتكريما للمراه السوسيه والمراه المغربيه عامه. اذا واحد التصفيقه على الناس اللي معنا هنا الله يرحمهم. واش ما فرحانيش بنهاركم؟ هذا نهاركم. ما زوينا ايوب مازال تيويت هذا صافي انا
يلا بسم الله لله احسن ما حد يذكر بسم الله فاضي هاك يلا يعني الوليد هاك 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 انا هاك 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 الله هاك 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 سيزرين دو ارتيت اش ديكتن الله يرحمك الوالدي انا كادي لا داري ما ودي تا يا لا عمران والله ما ودي فات هاك 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 الناس يشدقنا هاك سد دو شو هذا يخسد دو نقص دو نقص دو صغار الصحافة نزري يقول لك دو نحور ولا نسوس وين نزري زين يا رجل على حساب غي الله تاوي ويا تاوي الخير هذا نشعلس يلا على بركة الله يلا فوق الله يلا واحد سبيقه واش ماش بكلش
هو زعما هكا يعني اه حيد انزل انا استليا زرغينا زين حلا حلا نغمس نسربس لي الكاطو Thank you.
حسن وقت حدا ديك السيدة وقت صافي راه قربوني تسالي اجري ندو هذا الشري ريد اتقاضوا جري ندوز زيت بريا دابا مصورة ادري قال هاي الحلوة اعطيهم اعطوا الناس الحلوة دابا 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 إذن كيف كتلاحظوا معنا الإخوة الكرام ماشي عندنا الوقت لهذا الشيء ولكن المرأة المغربية والمرأة السوسية بصفة عامة كنحبوها كنبغوها الزبونة ديالنا الزبناء ديالنا المتتبعين ديالنا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن نحن دائما نفتخر بالمرأة المغربية ليس فقط في هذا اليوم ولكن نفتخر بها دائما طيلة الأيام وطيلة السنوات فنفتخر بها إذن أتمنى من الجميع أن يشارك هذا البث على جميع المجموعات فحسن الحيحي اليوم إن شاء الله غادي نبدأ شي عروض اللي هي عروض خالية وعروض هائلة وعروض غاية في الروعة إذن مرحبا بالجميع تحية لكم جميعا
تحية لكم جميعا. إذا مرحبا، كيف كتلاحظوا معنا دائما أجواء احتفالية رائعة بحضور عدة منابر إعلامية. تحية لكم. إذا لي جادور الإخوان، وهذه من هذا المنبر كنوجه تحية لفاضنا للي فاضنا أو لفيفي فاضنا ولا سميتها. جي عندنا راه اليوم غتاخذي وردة وغنعطوك حلوة وغتاخذي العصير ونتصالحوا أنا وياك. جي مرحبا، عيد سعيد لكل امرأة دخلت هنا، وكل عام وأنتم بألف خير. إذا كيف كتلاحظوا معنا، ترقبوا تصريحنا من خلال هذه المنابر الموجودة معنا الآن في هذا البث أو في متجرنا المتواضع، متجر الفقراء بامتياز، متجر اللي عنده اللي ما عندوش. حنا ماشي درنا غير هكا ودرنا هذا اللي سميتو هذا، أولا درناه بادرة، ثانيا درناه باش كلشي يستافد من هذه العروض وكلشي يستافد من 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 من, من هذه الأثمنة الخيالية، نظرا لعدم تحديد الأسعار ديال هذا الدومين هذا. فقررنا حنا إن شاء الله بحول الله تعالى نديروها بادرة باش نبداوها للناس الآخرين لعل وعسى إن شاء الله، باش كلشي إن شاء الله يقضي الغرض ديالو. إذا تحية للجميع، فكنتمنى من الجميع يشارك هذا البث في جميع المجموعات، لان غادي نبداو جوائز من خلال هذه اللحظه هذه ان شاء الله، غادي نبداو جوائز اخرى. اذا تحيه للجميع، تحيه للمراه السوسيه والمراه الصحراويه والمراه الريفيه والامازيغيه والمغربيه عموما. اذا مرحبا بالجميع، فاليوم خصصنا لكم ضروري هي الاولى قلنا كريمه غتسنى بلاتها دابا غير قول لنا دابا اش دار لكم هنا السي حسن ياك، وشنو السبب علاش؟ حكم انه عنده ام، عنده اخت، عنده صديقات بلوتو، عنده نساء في المجتمع ديالو احترمنا بزاف وحاول يفرحنا هاد النهار. وعلما انه بزاف ديال الناس عندهم محلات تجاريه، بزاف ديال الناس عندهم بزاف ديال لي دومين وكيتعاملوا فيه مع المراه المغربيه. اي بورتون لا سول بيرسون اللي تفكراتنا ودارت لنا واحد لافيت بور سيليبري هاد لي جوغ هذا، فرحنا، دار ان جيست اللي تبارك الله جمع بزاف ديال الناس هنايا، ولا شفتوا بيان سور غيكونوا كو دي فام، ما كاينش كاع لي زوم هنايا. دونك واحد الانسان اللي بصح كيشجع المراه المغربيه، وانا من النساء المغربيات اللي بصح شجعني وجيت عنده ككليانه عاديه كجميع الكليانات. وفضل الله سبحانه وتعالى وفضله هو دخلت للدومين ديال الاواني ديال نتعامل مع نساء، عطاني واحد الفرصه باش انا نثبت راسي في المجتمع المغربي كمراه. فضل الله سبحانه وتعالى بفضله هو خديت واحد المسار اللي عطاني فيه الفرصه باش نحقق ذاتي. كنشكرك جزيل الشكر حيت كتجيني العروض زوينين، اول مره غنشارك معكم حتى ما كيبغيها شوا. كنتمنى نبقى نجي واخا بعيدة، غنبقى نجي ان شاء الله نستافد من العروض ديالكم. كنشكر بزاف بزاف السي حسن، وكنتمنى تقرب لنا شي محل حدا في اوريد. انا من اوريد. وشنو الشعور ديالكم بمناسبة ديال عيد المرأة؟ والله إلا أول مرة غنشد وردة عيد المرأة. خديتيها من هذا المحل؟ هذا المحل ديال حسن إحيحي، كنشكرك على العروض ديالك وشكرا. شنو الرسالة ديالك للعيالات؟ هو تيد وزع هو تيد سير دابا غنتخلصوا، حنا راه فرحانين اليوم بكم، انتم ما بغينا والو. عبد الله سير وا سميتها سير هيا سمحي لي سمحي زي يوبا تزريق سرين اشكو يقترب ايو ايو سمحي لي شوف لهالجيعة سمحي لي نعم
وفي يوم هي نغرس كافي حسن سالها إيمي عبد الله يقلب وسخيا شوف ديك البنات بجوج يلا الاخوان شكرا بزاف العفو هذا واجب هذا واجب هذا واجب بلاتي كي يا مرحبا او اشكو عندهم ضروري الاسم ديالك وتكلمي لنا على هذه المبادره اللي دايرين اليوم. الاسم ديالي حسن فارس تاجر او باللقب ديالنا تاجر الفقراء كيلقبونا الزبناء ديالنا والزوار ديال هذا المحل هذا اللي كيتواجد في مدينه اسكان وبالضبط داخل سوق الثلاثاء ندخل اربعه. اذا سولتيني على البادره هذه اولا على المحل ديالنا كيفاش كيتجمع بالعيا الناس هادو يعني كيفاش كيكونوا هاد الناس بزاف. حنا اولا بخصوص هاد الظروف اللي كنعيشوها حاليا كنحسوا بالمواطن الفقير ودرناها كبادره. اولا درناها كبادره باش كلشي يستافد لان كتلقى بزاف ديال الاسر ما استفدوش من هاد لي زارتيكل هادو ما استفدوش من هاد الاواني هادو رغم انهم كيتمنوا. شحال من زبون دابا كيجي عندنا كيتمنى باش يدير مثلا الروبو ديال العجين او لا مثلا لي روبوات الكبار اللي كتفوق الثمن ديالهم 700 درهم 800 درهم. علاش؟ لان حنا كنتواجدوا في هاد المنطقه هادي فيها اسر يعني ضعيفه بزاف. كنلقى الانسان كياخذ 70 درهم 80 درهم وكيبغي ياخذ هاد الارتيكل هذا ما كيقدش عليه. اذا حنا درناها كبادره باش ياخذ الغني وياخذ الفقير. كيف كنقولوا دائما في لي لايف ديالنا في القناه ديالنا او الباج ديالنا اللي معروف حسن الحيحي للاولين المنزليه. اذا هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم وهذه هي البادره اللي كنتخذناها بالنسبه للناس ديال السوس. وبالنسبه لهاد الناس اللي كتواجدوا معنا هنا راه كاينين الناس جاوا من العرايش كاين القصر الكبير كاين طنجه كاين شفشاون كاين وزان كاين جنوب ديال الصحراء كاين قليمين كاين طنطان كاين بزاف ديال المدن كيزورونا نظرا للاثمنه والعروض والتخفيضات اللي كنقوموا بها طيله 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 الاسبوع. مسألة أخرى بالنسبة لهذه المبادرة اللي هضر لنا شوية عليها شنو درتوا يعني بخصوص هذه المرأة المغربية وفي الأخير عطينا رسالة يعني للمرأة المغربية. أولا بالنسبة للمرأة المغربية كنفتخروا بها. بداية كنفتخروا بالأمهات ديالنا وبالأخوات ديالنا اللي نجبوا أو اللي جابوا لنا رجال وتبارك الله عليهم باش غادي نقول لك عاجز اللسان على التعبير. المرأة المغربية كنحبوها أولا كأخت في الإسلام وكنحبوها أولا كزبونة ديالنا وكنحترموها وكنقدروها وكنحيدها. إذا داكشي علاش اختارينا اليوم 8 مارس تكريما وتقديرا للمرأة المغربية والسوسية والصحراوية والريفية والأمازيغية والمرأة المغربية خاصة وعامة. شكرا جزيلا. تحياتي. والعيالات وكي جاتكم هاد الحلوه هادي واش زوينه واش ما عجبتكمش؟ حنا اللي رجال فرحانين بكم وانتم ما فرحانينش بنهاركم. يلا عاودوا شي صلاه على النبي. يلا عاودوها
واش غتحطيهم ولا تترجعي؟ دوينا على هذه الاحتفاليه باليوم العالمي للمراه ياك، وهذه المبادره اللي تحت. بالنسبه لليوم العالمي للمراه كنفتخروا به اولا بالامهات ديالنا كونهم امراه، لاول امراه انجبتنا. اذا فلذلك خصصنا اليوم 8 مارس باش نحتفلوا بالمراه المغربيه والمراه التونسيه، ونحتفلوا بجميع نساء العالم. ما كنقولوش غير المراه المغربيه، ولكن كنفتخروا كنحتفلوا وكنديروها تكريما واعتزازا وتكبيرا للمراه المغربيه. اذا فهذاك الشيء علاش اختارينا اليوم نوقفوا على التجاره ديالنا باش نحتفلوا بنساء المغرب ونساء سوس خاصه. بالنسبه للبادره اللي اتخذناها لعدم تحديد الاسعار في هذا الميدان، وخذينا هذه البادره باش كلشي يستفيد، لان انت دابا كتعرف الظروف اللي كنعيشوها، وهذا الكوفيد هذا الله يبعدو علينا. يعني الناس راه تقهروا بلغه الخشب، الناس تقهروا. كيف كنقول ديما، كيف يعقل واحد الانسان اللي كيفيق مع 4 الصباح ويجيب 70 درهم في 11 الليل، ويجي كيمشي عند محلات اخرين كيلقى هذه مدوبله مثلا واحد ثلاثه المرات واربعه المرات. فاحنا دائما ضد الاحتكار والمحتكرين، فنقف وقفه رجل واحد ضد هذه القضيه هذه. حنا بغينا المواطن يستفيد، لان حنا كنعيشوا الظروف الاقتصاديه اللي هي يرثى لها. بغينا نتعاونوا ونتعاونوا مع المدينه ديالنا والمجالس ديالنا والمساله ديالنا باش تحرك. اذا داكشي علاش خلينا هذه البادره هذه. كيفاش جاتك الفكره انك تحتفل بالمراه؟ واش المراه عندها لقات المساله ديال انه واش المغاربه كيهوف فيها حقها في الاحتفال بها؟ ما غاديش نقول لك المغاربه كاملين، ولكن انا شخصيا اللي كنهضر على راسي، انا 8 مارس خاصني ندير احتفال المراه. كيف كنقولوا دائما وعاودناها قبيله عاود، خصنا نحتفلوا بها، لان نهار في عام راه ماشي شي حاجه. اذا علاش فلما لا نفتخروا بالمراه المغربيه؟ وغيرت غادي تواكب على هذه العاده هذه كل سنه ان شاء الله بحول الله غنواكبوا، عندنا مشكل غادي نواكبوا، لان اغلب الزوار واغلب الزبناء من 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 جلسه لطيفه يعني من النساء، فكنفتخروا بهذا الاحتفال هذا. شكرا استاذ، تحيه لك. مرحبا. صافي شنو الحاجه اللي خلات دير هذه المبادره هذه؟ شنو زعما شنو درتو مثلا تعطوا صفات قلنا مثلا عرفنا على الكليان ديالنا درنا لهم الوصف المغربي وهاشم اللي خبرني بالمناسبه ديال هاشم. بالمناسبه وحي جميع الزبناء والزوار ديال المغرب، وحيكم اولا، وحيي جميع من يتابع صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستغرام حسن الحيحي للاونه المنزليه الغنيه عن التعريف. اذا فلما لا نفتخر بالزبناء ديالنا من الجنس الاخر. و 8 مارس راه ضروري ما غاديش ننساوهم، لان اولا اول امراه انجبت حسن الحيحي فهي امراه، فلذلك غادي لنا الفخر باش نفتخروا بالمراه السوسيه والمراه المغربيه عموما. شنو درتوا اليوم؟ شنو درتوا بالضبط؟ درنا بزاف ديال 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 درنا الورود، درنا عصير، درنا حلويات، درنا بزاف ديال سميتو اللي كاع اللي كيدار في الاحتفال جبناه اليوم، يعني تكريما للمراه المغربيه. شنو رساله المراه المغربيه؟
هو شغل يقول لك الرساله ديالي كان يقول الله يخدم عليكم يعني هذه السنه اللي جايه ان شاء الله بالخير وبركات وباش ما تمنيتو. وحسن الحي راه ديما معكم ويبقى ديما معكم ضد الاحتكار في هذا الضمن هذا والمحتكرين. اذا فعروض ديالنا اللي كنوعدكم بها دائما في الفضاء الازرق فان شاء الله تعالى غادي نوصلهم دائما، غادي تاخذوا الجوده وغادي تاخذوا كذلك الثمن لاقل ثمن في المغرب بالنسبه للجمله وبالنسبه للسقطاء. غير استضافه اليوم انه مثلا بهذه المناسبه بحال قلت لي ستة اثمنه ديال السلعه مثلا غير سيفرا لا حنا ديما ناقشين على الاثمنه ديال السلعه منذ بدايه يعني هذا كوفيد 19 فحسينا بالمواطن اولا لان كيف قلنا قبيله قلنا ما كاينش تحديد الاسعار فلذلك قررنا نديروها كبادره لجميع الزوار ديالنا والزبناء ديالنا اللي كيزوروا هذا المحل هذا يعني درناه بادره باش كلشي يستافد عندك تاخذ ما عندكش تاخذ هذا هو العنوان ديالنا ودائما غادي نبقاو فيه ان شاء الله وعروض دائمه غادي تكون نهار على خوها. بغيتك تصفينا الشعور ديال الزبونات ايوا الشعور ديال الزبونات رغم انني غادي نوصفهم لك ما غاديش نوصف لك قد ما غادي يوصفوا لك الزبناء ديالنا ضروري 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 باش تفتخر بالمرأة المغربية لأول تاجر بسوس كيفتح أو كيحتفل عفوا بالمرأة المغربية والمرأة السوسية فهو عبد ربي اللي أنا نقول شنو اللي خلاك دير هذا الشيء؟ شنو اللي خلاك دير هذا الشيء؟ خلانا كيف علاش ما نحتفلوش حنا بهذه المرأة؟ لأن كاين كيف سولتو عاد دابا السيدة قالت لك أول مرة كناخذ وردة في حياتي في 8 مارس خديتها من عند حسن الحي. إذا علاش السيدة بحال هاد النماذج هادو ما نفرحوهمش ونحتفلوا بنهارهم؟ شكرا. سي حسن. مرحبا لالا. سي حسن السمية ديالك وذكر لي على هذه المبادرة هذه بصفة عامة. شكرا. 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 الاسم ديالي حسن فارس الملقب بحسن الحقي لان اغلبيه ديال لي باج ديالي اللي كاينين في الفيسبوك وفي الانستغرام وفي اليوتيوب حسن الحقي للاوني مزيان او كيف كيلقبونا بعض الزبناء والزوار ديالنا تاجر الفقراء. بغيتي تسولني على الاثمنه وعلاش كيفاش كيكون عندنا هذا الكم الهائل ديال الزبناء. هذه اتخذناها كبادره باش جميع المواطنين المقهورين المواطنين الضعفاء يستفيدوا. غادي نعطيك واحد ليكزومبل كاينين الناس دابا اللي كياخذوا 70 درهم و 80 درهم في النهار كيخدم بها وكيتمنى اولا عنده الزوجه ديالو مضروبه من يديها اولا ما كتقادش اولا عندها دراري وليدات ما عندوش باش ياخذ مثلا الربو ديال العجين العجان. فاحنا قررنا نديروها كبادره باش هاد الناس هادو يستافدوا لان اغلب المحلات كتلقاهم كيبيعوا على ثلاثه المرات الربح واربعه المرات الربح. حنا لا حنا نعم علينا الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء بواحد الكنز اللي هو القناعه. فاللي عنده القناعه ان شاء الله فراه غادي يخدم فينا وغادي يعيش فينا وغادي يتعاون مع الناس ديالو وغادي يزيد القدر. فلذلك قررنا نديروا كل اسبوع كنديروا عروض مختلفة على الأسبوع الآخر، عارض طب عارض بالنسبة لجودة الطوب الحاجة الواعرة اللي كيفاش كنخدموا بها كنخدموا بليكسيس وكنخدموا بلاكورد وكنخدموا بكوكينغ اوريجينال وكنخدموا بزاف ديال لي زارتيك اللي حاليا كاين في السوق مزيانين والإيتيمات بالنسبة للسعادة الإيتيمات راه معروفة كذلك ليكسيس معروفة لاكورد معروفة. فبالمناسبة كنحيي هاد الشركات هادو اللي دائما كيقوموا معنا بالواجب وكيسهروا على الكاليتي الجوده ديال هاد السلع. بخصوص اليوم اول تاجر كيحتفل باليوم العالمي نعم اول تاجر كيحتفل ديال الشعب عاود لنا شي شويه كوني اول تاجر يحتفل بعيد المراه او اليوم العالمي للمراه فكيف قلنا قبيله خديناها بادره خديناها بادره وطرحوا علينا بعض الزبونات فبالمناسبه كنحييهم طرحوا علينا هذه القضيه هذه وقلنا لما لا باش يعني نحتفلوا بالمراه المغربيه والمراه السوسيه يعني باش كل شيء يمشي بخاطره ونحتفلوا بهم وندخلوا هذا النهار اللي هما كبير عند الله سبحانه وتعالى. شنو درتوا في هذا النهار هذا؟
درنا بزاف ديال درنا لي بوفي، درنا العصير، درنا الحلوى، درنا الورود، درنا بزاف كيف كتشوفوا هانتوما، درنا الفخاد، درنا كلشي، كاع المسائل اللي كيحتفلوا بهم الناس، فاحنا قررنا اليوم نحتفلوا بهم تكريما للمرأة المغربية. كيف جاتكم الفكرة؟ الفكرة كيف قلت لك طرحوا علينا بعض الزبونات. وتبنيها هكا وتبنيها وعجبتنا وعجبت الزوار والزبناء ديالنا، اذا احنا فخورون بتواجدهم معنا وتواجدهم معنا. فكانوا المراه المغربيه كنبغوها وكنموتوا عليها، وتحيه ليها من هذا المنبر. وحسن كيحي راه دائما في جنبكم، ودائما ان شاء الله غادي يبقى هكا الى ان يرضى الله الارض ومن عليها. يلا حلوا البيبان، حلوا البيبان، نبداو العروض، نبداو كيف قلنا الروينه، ونبداو الهبال، وكل شيء غادي ياخذ لهم ان شاء الله. اذا تحيه للجميع، تحيه لكم، تحيه لكاع الناس اللي حضروا معنا، شكرا للجميع من خلال هذا البات او من خلال الناس اللي حضروا معنا. فها هي الورده ديالك استاذه ديالي، ها هي الورده ديالك راه باقي خلينا هذيك استاذه الانجليش. مالا بلادي مرة ربي غدا جري ما يفيد 70 سمع داك هنا المهم كاين شوف الو هاشتي هنا يلا على بركة هذه اللي غارز من الباب رسمي غانو هنا حقا هنا هادشي ديال نفست الله يحفظك اخويا والله يوفق الجميع الجميع لكم من يطلع هو من يطلع كان فيه نعم على بركة الله يلا بسم الله عبد الله مزال مقدم سير 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 تغاري وانا اسمو ملي صغير ما درت تسكير اي يلا هكا صافي يلا بس 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 فين ندري فين ندري فين ندري فين ندري فين ندري نعم لا لا ويا 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 دريفات لي دريفات لي دري 9000 ريال هاك اللي عندها شي درير صغير هاك اللي عندها شي درير صغير ويا خلي لينا حقنا حتى للسبت عارض غطي بالتوفيق خويا حسن حسن وردة ديالي ها الوردة هاي شتيها وحده ليك وحده لفاضنا فاضنا راه ما غاديش نساوها الوردة ديالها غنصيفطوها ليها واخا داخلة بفوكونت حنا غنصيفطوها لها من طنطن عادي القنطاوي خلي لينا تنميت في تدرس حسان النساء سوس هذا كيدل باللي عندك احترام النساء نعم يا ربي اشنو عندك؟ ايه مرحبا 130 درهم ولكن راه غير اليوم غير اليوم حيت فرحانين بكم 130 لا واه لي حنا هذيك راه 4400 اليوم اللي درنا لها داك الشيء موجودة موجودة وقت ما جيتها تخدم هذاك الثمن ها هي سولي هذه
إناس خذ مش كاس تيدي ويدي لا صافي موجودة لا صافي خذي كل شيء راه ما جيتي غتاخذي والله تاخذيها وحنا اش كنقولوا حنا دائما غادي نبقى واقفين امامكم حتى كل شيء يستافد ان شاء الله اشنو عندك لاله عندك سير على بركه الله لا السك السك هو في الباب اختنا ورا نزه واحد دوت سير على الباب غير انت لا انت ها بسم الله ها رمتي الفغ ردم تنفع انتما كيف كتلاحظوا اليوم اه انا خذي ايوه بس غيلا السلام عليكم ماني سير اش كامل تفرس ابدا شتا صابت لانك غير دير ب 2600 والدراري كل دارك اش كانت مغارينا الدوين دي جديد مرحبا بالجميع وهذا فرق 5600 من 9000 تاخذ 5600 2600 نعم هلصا نعم سير لين فقيلة ما تريف تبسط نزيد وهو وانا ورجلو وانز يوم ليلي اضين سير قدر ماشي مشكل ماشي مشكل هاتي لا هاتي لا غوين الميزان هذا غوين قبل التبسيل عندك كل شيء غوين ليلي اتشورته هاك نعم 60 درهم هذيك ها هاتوكلس شور هنا سير غير خاطر الخاطر كلشي غياخذ غير الخاطر بغدي لن 60 درهم بسم الله الله يسر الامور بغدي لن اللي قلت لك 70 درهم بسم الله انا غادي نخرج يا ما غادي تقرا هي واش غادي يخرج علينا غلبان